عن الحق. خلي هذا اليوم سألني واحد سؤال، قال لي مولانا شو انتو يقولون ان انتو ما تاخذون بكل اراء الصحابة. لا يا اخي، من لك هالكلام هذا؟ اولا الصحابة مثل غيرهم، احنا نقدرهم تقييم، مو بس احنا، اكو شريحة كبيرة من علماء المسلمين تعتبر الصحابة حالهم حال غيرهم، الموثوق ياخذون برأيه والمو موثوق ما ياخذون برأيه. خلي اضرب لك مثل، يعني مثلا يوم من الايام روى ابو هريرة ان الذي يحمل جنازة عليه ان يتوضأ، حديث عن الرسول، اذا حمل الجنازة في نعش عليه ان يتوضأ. جابوا الخبر لعبد الله بن عباس، قال انا ما اتوضأ من اعواد يابشة. منو قال؟ ما اخذ برأيه، ترك. جي مثلا يوم من الايام قال هذا الرجل، اذا روى عن النبي صلى الله عليه واله حديث، اذا جلس احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء، فلا يغمس يده في الاناء، فليغسل يده قبل ان يغمسها في الاناء، لانه لا يدري اين باتت يده. زين، فوصل الخبر الى عائشه، قالت اذا ماذا نصنع بالمهراج؟ المهراج حوض من صخر كبير مملوء ماء. قالت هذا شلون احنا غادة نشرف ايدينا به عادة، مثل الحوض نجيب ايدنا نغطها به، وش يسوي للمهراش؟ يعني شنو نشب ماي من نجيب ماي؟ كان الماي صعب. ها، ولم تأخذ بقوله، يعني هاي لما ما اخذت بقوله معناه احتقرته؟ لا، عرفت ان هذا الرجل مو مصيب برأيه، مو مصيب السائمة لأشباه، ما عدم عدالة مثلا، او مو عدم عدالة نسيان، او لا مثلا سمع شيء خلاف الواقع. على العموم اكو علة من العلل، هذا مو معناه اذا واحد اخذ برأي واحد احتقر الاخرين. سيدي، احنا عندما نقدس اهل البيت، لان اهل البيت عدلوا الكتاب، لان اجماع المسلمين على انهم عدلوا الكتاب، هذا يعتبر احد المرجح، عدلوا الكتاب يعتبر احد المرجحات لاخذ قولهم، تقديم قولهم على غيره.